دكتور طه، بتشوف ابرز المشاكل الفنيه اللي موجوده عند كابتن محمد ابراهيم حتى الان في فرقه الاسماعيلي ومحتاج ان هو يعالجها؟ في اكتر حاجات تمركز، يعني مثلا وحضرتك بتتكلم في السيجمنت اللي فات استعرضنا الجونين بتوع المقاصه، كم اخطاء دفاعيه وتمركزات دفاعيه خاطئه، حدث ولا حرج 100%، بدليل ان حتى النادي الاهلي اللي الجول اللي جت فيه تمركزات دفاعيه خاطئه، اللي جه فيه الجولين اللي جه فيهم بتوع المريخ وكان الوقفات مش سليمه، التغطيات مش سليمه، تمركز مش سليم، لان ما يجيش فيك جول بهذا الشكل. فما بالك برضو النادي الاسماعيلي نفس الشيء، وحتى في المباريات السابقه برضو كان يبقى فيه مشاكل دفاعيه في التمركز. يعني شفنا الجول اللي جابه الجونه خالد قمر، خالد قمر، شوف التمركز خالص، اثنين واقفين هناك ماسكين بعض كانهم ماسكين بعض الاثنين، يعني شوف الاثنين كانوا لو رجعناها شويه كمان، ارجع شويه شوف الاثنين صفر ماسكين بعض، اكنهم ماسكين بعض مع واحد، ويا ريت مغطيين حاجه الاثنين. وبعدين شوف بقى الشارع اللي موجود في الحته دي، فده تمركز خاطئ 100%، مفيش واحد منهم لو كان حط في الجاب دي واقف في الجاب ده خلاص قفل عليه. دي برضو تمركزات غير سليمه، ودي اس المشاكل بالنسبه لي. ممكن تدافع لكن التمركز يبقى سليم، هنا في كسره عدديه لكن مش متوزعه كويس، ولذلك بينتج منها فتحات وثغرات. او شوف لو وقفنا هنا كده، شوف بين الاثنين اللي ماسكين واحد هناك في قدام الدايره، اثنين ماسكين واحد والاثنين اللي موجودين هنا، حتى واحد منهم ما هو مش عامل حاجه، بيغطي وسايب الراجل وراه هناك، ومساحه كبيره جدا فاضيه، ده بقى عدم اتزان في فدي تمركزات مهمه جدا. اللعيبه دي لازم تعرفها، ازاي الكره في الجنب ده التمركز يبقى موجود، ازاي في الجنب ده مركوز، ازاي كان من العمق، ازاي يبقى واقفين اثنين سنتر باك مع ان كان بيقف واحد منهم من الدايره قدام الدايره واحد من نص الملعب. لازم الامور دي تتظبط بشكل كويس، كثير من الاهداف ممكن يعني تتفاداها من خلال التمركز السليم خالص. الفرق الثانيه بتجيب جوال سهله جدا نتيجه للتمركز الخاطئ، دي واحده. الحاجه الثانيه برضو الثقه قدام الجول في الفرص اللي بيجي لك، برضو دي عامل مهم جدا. يعني انا شايف اذا كان الثقه دي مش موجوده في ضربات الجزاء، يعني هتبقى موجوده ازاي في الفرص؟ فبرضو دي محتاجه اللعيبه دي بقى عندها نوع من الهدوء والثقه لما تيجي الكوره دي. كلها يمكن احنا لخصناها في نقطه مهمه جدا، ان انت محتاج فوز فوري. هذا الفوز ممكن هيعمل الكيمياء بين المدرب وبين اللعيبه، احنا كسبنا مع بعض. انما النهارده انا المدرب موجود مع الفرقه ثلاث مثلا ماتشات وقبل كده ناس ثانيه وما جاش، ما كسبناش ولا ماتش، بيبقى في فجوه بين المدير الفني وبين اللعيبه لانه ما عملوش انجاز مع بعض. انما لو كسبوا ماتش ماتشين يبقى خلاص حسوا ان المدير الفني معاهم لحمه واحده. فدي برضو ممكن بشكل او باخر، سواء بتجمعات، انا عندهم معسكر، نادي اسماعيلي عنده معسكر انا في النادي. أيوة. انا شفت في معسكر، بس معسكر مفتوح، يعني بتوع القاهره واللي من بره بيبقوا موجودين، واسماعيليه بيبيتوا في البيت في اوقات في اوقات يعني ممكن في اماكن في اسماعيليه كتير يتعمل فيها معسكرات. في اوقات اقفل، لا انا على الوضع القائم حاليا هو ما فيش معسكر موحد كله بيبات قاعد زي ما حضرتك كنت بتقول يعني. هو اصلا بتوع القاهره دايما بيخلص تمرين بيروح، دي برضو ممكن في بعض قبل المباراه مثلا بيومين او ثلاثه اقفل ويبقى الناس كلها موجوده. كل خلاصه هذا الامر محتاجين نوع من اللك، نوع من التوفيق في ان هم يفوزوا في المباراه الاولى اللي بتجي لهم، سواء المباراه ديت او اي اللي بعدها وغيره ممكن. وبرضو بقى الدنيا تدور رغم ان موجود فرق وفريق كويس، تمام، انما ممكن تفوز. ايوه عندك الامكانيه تفوز، يعني بعزيمه وبالروح وعندك لعيبه برضو فعالين. طيب هنتكلم